فين يا اسطى تجيب شروك يا اسطى؟ ويطير يا مدير يا لهوي. اخبركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده في جي تي اي 5. في البدايه لو انت جديد ما تنساش لايك والاشتراك في القناه، ما تنساش صلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلاه على الحبيب قلبك يطيب. الحلقه اللي فاتت عدينا موتوسيكل صيني وعجب ناس كتير قوي منكم، اللي هو وفي خناقه حصلت على فكره يا جماعه في التعليقات، اللي يقول لك ده هوجن 3 واللي يقول لك ده حلاوه واللي يقول لك ده ما اعرفش ايه. يا جماعه هو اصلا سوزوكي، خلي بالك يعني البتاع ده، وتقريبا سوزوكي دي شركه يابانيه او حاجه زي كده، ومعروف ان الصين كانت بتقلد، فبالتالي طلعت لنا الموتوسيكلات الصينيه اللي انتوا شايفينها حاليا واسعارها رخيصة طبعا زمان مش دلوقتي، لان بسم الله ما شاء الله. وانا دخلت هنا ازاي؟ كتير منكم بيسأل ازاي عم ميدو اوقف الكلام اللي بيظهر لي كده تحت الفيديو كده، الكلام اللي انا بقوله تلاقيه بيظهر كده في كتابة. الموضوع بسيط جدا زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا عارف ان في ناس جديدة داخلة وكده فمش عارفة الموضوع. كل اللي انت هتعمله هتدوس دوس على الفيديو، ما توقفوش بس دوس عليه كده، هتلاحظ ان الاوبشنات بتاعت المشغل كلها ظهرت. هتبص كده على الشمال او اليمين فوق هتلاقي في مستطيل جواه 2 سي، دوس عليه هيوقف لك الكلام. وزاد كمان سألتكم سؤال تاني، قلت لكم ليه لما نسمع كلمة صين بنحس ان حاجه مثلا رديئه او جودتها مش حلوه؟ في كتير منكم قال لان الصيني معروف انه صيني بيبقى ضعيف. طيب مثلا احنا عندنا في حاجه اسمها اطباق النيش، ودي اللي بتبقى فين؟ بتبقى في جهاز العروسه، بتبقى صيني برضو. طيب ما هو الاطباق دي حلوه وجامده. السبب هنا بقى ان الصين اساسا دوله فريده من نوعها، لان هي بتخترع الحاجه اللي انت عايزها بالجوده اللي انت عايزها. عندنا هنا في مصر ما فيش قوانين الصناعه اللي انت بتستورد بيها، فالتجار بقى بتسترخص، يجي يقول لك ايه مثلا، انا ايه خليني اجيب مثلا سماعه ب 50 جنيه وابيعها مثلا ب 100 جنيه ومحدش يرضى اشتريها؟ طب ما انا اروح اجيب لي مثلا سماعه ب 5 جنيه وابيعها ب 10 جنيه والناس كلها هتشتريها. وقيس على كده بقى الاجهزه والادوات وما اعرفش ايه وكده، ومن هنا طلعت ان الحاجه دي صيني والحاجه دي اصلي ومش اصلي، مع ان الصينيه اللي بتصنع كل حاجه. وكذلك برضو الامر في العربيات، كان في عربيه نازله زمان انا فاكرها، العربيه دي يا جماعه كان بيقول لك تروس بتاعتها بلاستيك، يعني لو انت مشيت بيها شويه هتلاقي التروس كلها اتاكلت. ده بالفعل، اوبا ايه اللقطه دي يا جدعان؟ وات ده بالفعل، لان هي برضه الصين منزله جوده العربيه بناء على المعايير اللي انت عايزها. يعني مثلا انا كعم ميدو مثلا انا عايز اعمل لي مايك خاص بيا، مثلا نفترض مايك هيبقى شبه المايك بتاع الهايبر اكس وكل حاجه بس مكتوب عليه العم ميدو. طيب الراجل بيقول لي هنا انت عايزه بنفس الجوده اللي انت كده ولا عايزه اقل؟ اقول له لا انا عايزه اقل. ولو تلاحظوا برضه اكيد في حد فيكم حصل معاه الموضوع ده، ان انت مثلا لقيت مايك كده بمشبك حوالي ب 10 ل 20 جنيه، ونفس المايك بالظبط اصلا بتباع بكام؟ ب 250 300 جنيه، انت متخيل يعني؟ فهي دي الفرق بس في الصناعات الصينيه. اما الصناعات عموما الصينيه كلها يعني ايه ده؟ الموتوسيكل عطل يا جماعه. يا اسطى لا اشتغل، يا نهار ابيض ليه عطل ده بيض؟ احنا لسه عايزين نخلص، خلينا كده نحاول نديله تصليحه كده. في حلقه النهارده ان شاء الله قررت ان انا اعدل الجيب الشروكي بناء على طلبكم في التعليقات، لان في واحد فيكم كل حلقه يكتب لي عم ميدو عدل الجيب الشروكي وانا كل مره بنسى. بالاضافه كمان في كمان تحدي جالي برضو، عم ميدو هتحداك ان انت تعدي بالطياره الحربيه من تحت الجسور كذا جسر يعني وكده، فانا قبلت التحدي. طب يا عم ميدو من فين هنجيب الطياره الحربيه؟ هنجيبها من رجالتنا حبايبنا الماري ويفر. ايوه هم عندهم كل حاجه حرفيا، فانا متاكد اصلا لما اروح هناك هلاقي عندهم الطياره الحربيه بتاعتنا، بس هندخل كميه حرب عالميه ربنا يستر. واطلع اصلا بالطياره يا لهوي، بس 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 يوبا. يعني شفت الحركه يابا؟ دي حركه جامده اصلا. صورت انا وصاحبي حلقه ودي اللي سرقنا فيها الكروما وما اعرفش ايه، اللي هي الميشن الاولى في جي تي اي اونلاين يعني وكده، اللي انت بتسرق فيها الكروما بعد كده ما اعرفش تروح تسرق شويه فايلات وحاجات كده غريبه جدا، واخيرا سرقنا البنك وكده يعني. فبعدين بقى وانا بمنتج الحلقه دي لقيت ان حجمها صغير شويه، اللي هو لا لا ايه ده، ايه 10 دقايق ده هيعملوا ايه يعني؟ فقلت خلاص خليني اجلها، لان دلوقتي بمخمخ كده وبفكر اشوف هعمل فيها ايه. بس المقترح بقى اللي ممكن اعمله فيها ان احنا ممكن نعدل فيها الكروما ان شاء الله، بس امتى الحلقه هتنزل معرفش الصراحه، لما ابدا اصورها واكملها ان شاء الله ربنا يسهل. اتاكد انت حاطط لايك ومشترك ومفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. لا اله الا الله، ايه النطه دي؟ اللي بيحصل يا جماعه؟ في ايه؟ يا رب الحلقه الطياره الجت دي قبل ما الموتوسيكل يبوظ علينا. وفي منكم طلب ان انا اعدل عربيه فراري تقريبا او حاجه زي كده، فان شاء الله برضه هنعدلها الحلقات الجايه ربنا يسهل. افتح يا باشا عايزنك الباب يا اسطى. ايه يا عم، ايه يا عم، في ايه يا عم؟ انتوا على طول كده ضرب نار مفيش هزار. يا نهار ابيض يا جماعه، شفتوا الضرب النار من اولها كده يا نهار ابيض، انا اتخرمت من اولها. اركن يا وانت، يالا في ايه يالا انت هو يالا ولا نام يالا انت ايه يالا في ايه يالا انت هو يالا، ما حدش قادر عليك ولا ايه؟ ممكن عايزك تفتحوا لي الباب ده اكسكيوز مي يعني؟ هو ليه مش عايزين يفتحوا لي الباب دول يا جدعان؟ افتحوا لي الباب بعد اذنكم بس عشان ما نزعلش. لا اله الا الله، هم فين دول يا جدعان؟ لا حول ولا قوه، تعال تعال يا اسطى، شايف نفسك جامد ولا ايه؟ طب ما تخليكم رجاله وتفتحوا لي الباب ده. ماشي انا هوريك. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف 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 اوف، البتاع ده يا جماعه التانك بتاعه مخروم. يا
نهار ابيض ربنا يستر ما عطلش بيا. يا نهار ابيض تخيل ان انا فلت على اخر لحظه. عارف يعني ايه انا فلت؟ يعني اصلا ممكن كانوا يضربوا طلقه على البنزيمي ولعوه وانفجر انا. يا لهوي طب الحمد لله ربك سترها. وكده كده اصلا الموتوسيكل مش بتاعي انا سرقه. بسم الله بسم الله. هي فين الجت يا جدعان؟ اوف ده الفانتوم يا جماعه. اسمها فانتوم اللي هي اللي كانت مشاركه في حرب اكتوبر فاكرنا، اللي حطت على اولاد العم فاكرنا. يا نهار ابيض ده هتبقى جامده دي. بس انا دلوقتي حابب ان انا اروح هناك تبع اعمل ايه؟ طيب المشكله ماشي بالبتاع وهتخلص بنزين في اي لحظه. والله ربنا يستر. بسم الله بسم الله. ايوه الله اكبر. طب ممكن انزل؟ ما هو لازم يعني الف اللفه دي كامل يعني. ممكن. طب تمام حلو حلو والله انا موافق يا اسطى. بس يا مفكرنا السوق جامدين يلا انت هو يلا ولا يلا. بسم الله. هلا والله. ايه يا جدعان ده مش جيش ده ولا ايه؟ يا لهوي يا جدعان ده كترو 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 كترو. هلا 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 هلا. نام يا نام يلا نام يا. تعالى يلا انت شايف نفسك جامد يلا. قال له وانت تعالى انت التاني. بس كده اتوقع ان انا نفضت عليهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عبال الفانتوم يابا خليك انت بعد هنا بقى تدخني وتعملي كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. شغاله دي يا جدعان الطياره دي؟ اصل هنا ماري ويزر يا جماعه بيستوردوا الطيارات القديمه او الطيارات خلاص اللي هتطلع من الخدمه، وزي ما تقولوا كده بيخلوا عندهم واحدة او اتنين كده يعملوا بيها عمليات خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفرج يا باشا على العظمة اللي جوه. تخيل دي الطيارة الفانتوم. يا نهار ابيض على الايام. طبعا دي يا جماعة طيارة روسية. اوف اوف في ضرب نار حصل عليا. طيري 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 طيري. الله بس مش سريعة يا اخي. لا والله سريعة بتشد. اوف وفيها رشاش بس تقريبا رشاش عادي مش متفجر. طيب دلوقتي التحدي اللي جالي اتحداك يا عم ميدو ان انت تعدي من تحت كذا كوبري ورا بعض. هي فين الكباري اللي هنا يا جماعة؟ عايز اجرب. اه والله صدقوا هنا اهي. يا نهار ده اول كوبري. طب تفتكر هعرف اعدي من هنا؟ اوه عديت. الله اكبر. بس شو لا بس التحدي ده خلاص كده انا عديت يا جماعه مش كده؟ وادي الكوبري الثاني. ها انا معرفش صراحه بس انا حاسس الطياره بطيئه مش سريعه. بس ايزي يا عزيزي. اه هو ده يا عم الكباري اللي انت بتقول عليها يا عم. يا عم ايزي. وادي يا عم خد لك كوبري القطر يا عم. ولا خبطه يا مو. اهو يا اسطى ولا خبطه ولا تزعل نفسك يا عم. انا اصلا سواق درجه 20 يا ابني. انت بتتكلم في ايه؟ هي درجه 20 دي يا جماعه درجه عاليه ولا واطيه؟ وتقريبا درجه اولى هي دي اعلى درجه فيهم تقريبا يعني. طب هو في درجه زيرو يعني مثلا اللي هو خلاص يعني؟ الله اكبر. هي يا لهوي نط يا معلم. يا لهوي الطياره يا جماعه بصوا بقت عامله ازاي. ده بقت صاروخ. يا لهوي على الصاروخ يا جدعان. بس يا جماعه شهاده لله احنا عدينا. وبما ان احنا جينا في المكان ده فالمكان ده اللي هيبقى موجود فيه جيب شروكي، بس هيبقى فيه حرب عصابات بسيطه جدا كده. والمشكله جيب شروكي دي كانت طالعه من حرب عالميه اولى يعني تقريبا هتبقى متدمره دمار شامل، لان بصراحه شفت كميه احداث واكشن حصلت امبارح بين العصابتين مش طبيعيه. وما اقدرش اطلع من هنا يا جدعان. لا اله الا الله لازم الف ده كله. يا شوف يا جماعه قاعد يجري في امان الله ده. يا عيني يا رب يا عيني يا رب. بيو الرياضه وحشه يالا. ايوه خليك نايم كده. يا نهار ابيض ده. بصوا يا جماعه شوف الناس اللي جايه لي في المبد دي. يا لهوي انا كده اصلا كده كده في الحاره يعني. بسم الله بسم الله انا بضرب عشوائي والله. اه طلعوا محتلين حاره صاحبي ليه يا جدعان؟ تعالى يا معلم تعالى ده انا هوريكوا. تعالى تعالى تعالى. بسم الله. هلا والله بالرجاله. هلا واخ اخ. طب استنوا يا جدعان انتوا خرمتوني والله ما ينفع كده. نام يا وانت نام يا. فين اللي بعده؟ قال ده نط من الناحيه الثانيه. يا جماعه انت هربت يا اسطى؟ طب اذا بكره الجاري رجع لي ثاني. يا نهار ابيض المفروض بقى العربيه تكون موجوده هنا. تعال يا معلم. فين يا جدعان العربيه بتاعتكم الموجوده هنا؟ تعالوا رايحين فين انتوا الاثنين؟ تعالوا تعالوا تعال يا اسطى. انت هو يا اسطى انت حاطين الجيب شروكي فين يا ولاد؟ يا نهار ابيض الجيب شروكي يا جماعه مش موجوده هنا معقوله؟ وال والله ما موجوده هنا. اوف ودوها فين ولاد الايه دول؟ كلب جايب لي كلب يا اسطى يجري ورا يا اسطى يا اسطى. ولا 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 قوم يا ولا 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 ولا. فين يلا الجيب الشروك اللي كانت هنا يلا؟ ولا الجيب الشروك اللي كان هنا فين يا ولا؟ هبلبطك يلا. ايه اللي انا بعمله ده يا جدعان؟ يا نهار ابيض على الضحك يا جدعان. ولا ولا ما انا مش هسيبك تموت بسهوله ياض. ما انت لازم تقول لي فين الجيب الشروك يلا. هتقول ولا لا؟ ما تقول يا فين الجيب الشروك يا. طب يلا ده يا جماعه ما بردش عليا. خلينا نشوف واحد ثاني. اوبا المسعفين يا جماعه هم اللي جايين. يمكن يكونوا عارفين الجيب الشروك. فين يا اسطى الجيب الشروك يا اسطى؟ الجيب الشروك فين يا اسطى؟ احسن افجر لك دماغك يا اسطى. رد عليا فين الجيب الشروك؟ ها رد يا رد يلا بدل ما افجرها لك يلا. روح تقول اعرف بلد البلد. خلاص يا جماعه انا خدت الانفو بتاع جيب شروكي. بقول لك موجود فوق اعلى بنايه تحت التطوير في اللعبه دي كلها، واتوقع البنايه هناك دي اتوقع ان شاء الله ان هي تبقى هنا. تفتكروا فعلا لو رحنا هناك هنلاقيها؟ ان شاء الله ربنا يسهل. متشكرين يا رجاله. يلا بس انت هو يابا من هنا يلا بس عشان نسيب الهبل. يلا 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 من هنا يلا يلا من هنا يلا. انا ناقصين هبل يلا. خد يلا الكلب بتاعك يلا امشي من هنا. خد يلا الكلب بتاعك يلا 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 اجري يلا من هنا يلا. ادي الكلب الثاني ما اعرفش ايه ده الحاره عندهم يا جماعه مليانه كلاب. الله مين اللي بيتجرى يضرب عليا ده؟ شفتوا صواريخ العيد يا جدعان؟ تعالوا بقى تعالوا تعالوا ده انا هروق عليك اقسم بالله. صواريخ العيد دي اجمد صواريخ دي. تعال اركن يا كلاب اخر زمن اقسم بالله. يا عم روح انت وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ناخد الخنفسه بتاعتنا دي ونتوجه الى المطار بتاع الشط وناخد طياره ونوصل هناك. خلينا نشوف العربيه دي. ولا اقول لك ايه انا بصراحه عجباني الدوج دي يا اسطى انا هاخدها. يلا يلا منين انت هو يا. بسم الله. ايوه يا عم دي شغاله وسريعه كده انا عارف نسيطر على اكتر من الثانيه. شو ده بقى ايه عايز الحقني يعني اللي هو بقول لك ايه يا اسطى انا جاي لك اهو يا اسطى. جاي فين يا اسطى؟ شوف انت رايح فين يا اسطى. اجري يا تخين اجري اجري. ليه وي ماتوا يا اسطى؟ انا بكره الحركه دي.
يا اسطى يا اسطى بكره الحركه دي والله العظيم. لو افجر لك عربيتك دلوقتي عشان الحركه الرخمه اللي زي وشك دي. تعالى يا معلم يبقى اعملها تاني بقى. اللهم صل على النبي من ضد مره واحده لا اله الا الله ومدخن كمان لا حول ولا قوه الا بالله. مؤاخذه رجاله طبعا دول يا جماعه كلهم طيارين. ها يلا 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 بعد اذنكم انا هاخد المنضد ده. ايه ده بتركب عادي؟ يا نهار ابيض انا كنت مفكر ان انا اركبه بس في الاونلاين. هات كده من جوه استخلاص اتفرج عليه من جوه. يا لهوي وال سامعين اصواته يا جماعه؟ اوف اوف شوفين من جوه اصلا عامل ازاي ومتخرب وطلعان عينه. هو تقريبا يا جماعه يمكن حصل له عطل فبتاع الطياره نزل بسرعه وبعد عنه ولا ايه؟ بس شايفين يا جماعه سريع اصلا وال وبيمشي ثابت. يعني اللي عاجبني ان هو ماشي ثابت. بصوا ما بينزلش وما بيطلعش والدنيا دي كلها. طب والله رهيب ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المفروض بقى يا جماعه العربيه هتبقى موجوده هنا. اه والله يا جماعه الجيب موجوده تحت اهي. يلا بقى ايه يا جماعه ده انا حاسس ان في ناس عندها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. براحتك يا اسطى براحتك براحتك خليك موازن. يا نهار ابيض ده في عصابه تحت يا جدعان. لا 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 ثواني افتح الباراشوت كده. اوف اوف ده انا بتضرب عليا. اوف ايه ضرب النار ده؟ يا نهار ابيض. بس 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 موت موت موت. وايه اللي حصل؟ اه البتاع لسه منفجر؟ يا نهار ابيض افتكرت العربيه انفجرت. اوف دي كلها ناس ومالي كلهم شباب بعض نفس الخوذه كده. يا عم انا مالي؟ انزل يا عم. اه يا وشي. اه الحمد لله. نام يا نام يلا. يا نهار ابيض يا جماعه ده من نفس العصابه. بس هو ايه اللي حصل هنا؟ ده في مجزره حصلت هنا. انت بتخيل بص انا قاعد اجري عليهم كل واحد في ايده سلاح بيضرب بيه طلقه لحد ما يموت هم الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هي تجيب بشروكه يا جدعان بس دي هتتحرك ازاي؟ وحالتها بالبلش. شايفين يا جماعه بتنقط ايه من تحت؟ يا نهار ابيض. طب دي حلها ايه دي طيب؟ والله ما عارف يا جماعه حلها ايه دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب احاول ازقها؟ طب انا ازقها ازاي دي؟ ده لازم تشتغل العربيه دي والله مش هينفع. بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا في حد فيكم ممكن يسال سؤال يقول يا عم ميدو العربيه مشيت ازاي؟ قتل تاخد حاجه نظيفه لان ده السر اللي جاي في الحلقات الجايه ان شاء الله ربنا يسهل. بس لسه تحت التطوير بيحصل كده حوارات كده وبتاع ما حبيتش اجيبها بس الحمد لله هي نزلت كده. بقى احنا محتاجين نجيب لنا بقى عربيه تيجي تشدها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. اخ يا وشي. يا لهو يا جماعه انتوا متخيلين جيب شروكي؟ يعني يا نهار ابيض. تعالى تعالى اوريها لكم. بص 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 شوف 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 الجيب شروكي. بس يا جماعه في تسريب زيت من هنا شايفينه؟ يا نهار ابيض تخيل دي الجيب شروكي اللي كنا دايما تقريبا بنشوفها في المسلسلات والافلام اللي دايما بتبقى عربيه شريره بتاعت العصابات وكده. اتوقع هي مش كده؟ ايوه في عربيه هامر هنا. حلوه حلوه الهامر ان شاء الله تقدر تسحبها لان الهامر معروف ان هي شديده جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعزك يا راس كنت عايز العربيه بتاعتك. ايوه بعز شيء اتفضل اطلع بره حبيب قلبي. تسلم يا عمده. بسم الله بسم الله بسم الله اكسكيوز مي كده يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ينفع اخرم من هنا؟ ايوه لو ينفع يبقى 100 100. العربيه بقى المفروض هي ورا تحت مرميه كده في ركن لا يعلم به احد. فبسم الله يا مساء الحال يا رب. بسم الله بسم الله ان شاء الله يا جماعه نعرف نطلعها. اهو الباشا موجود هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هو بعدين انت ما لقيتش الا المكان ده تنط منه يا عم ميدو. انا عارف يا عم خلينا نطلعها من هنا وخلاص. طب انا لو شد بقى في خط مستقيم هقدر اوصل لحاجه ولا خط مسدود؟ والله ما عارف يا جماعه. خلينا نحاول كده نشوف هنقدر نسحبها من هنا. اخ يا وشي. لا لا هي كده مش ناقصه الصراحه العربيه دي بس انا هحاول احاول اسحبها. ايوه ايوه ربنا يسترك يا بنتي. كده كده بيني جنبنا يعني مش بعيد يعني. تعالي بس اقول لك. تعالي 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 تعالي. يا لهوي على العربيه وسننها. ما توسع يا اسطى انت مش شايفني جاي يا اسطى. وسع يا حاجه. لا اله الا الله. بس والله يا جماعه مش قلت لكم الهامر شديده؟ عيب عليك انا لما اختار حاجه بختارها صح. المشكله بصوا راميه ازاي الاكس بتاعها مكسور. يا نهار ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا مش انا اللي عايز ادخل يا اسطى. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا رب شدني معاه. هو شكله شدني. ها اوف شوف يا جماعه انا فين. يا نهار ابيض. لا 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 مش قصدي والله انا معايا عربيه ثانيه هي اللي عايزه. يا لهوي شوف يا جماعه العربيه وقفت فين. يا نهار ابيض اللي علقها التعليقه الغريبه دي. بس 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 خلاص 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 ارجع بس بظهرك كده. خليني احاول بقى اخبطها خبطتين بحيث ان هي تبقى واقفه على الباب بالظبط. بس كده انزل يا باشا بعزنك بالعربيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الحمد لله الحمد لله. والله يا اخي المعلم بيني ده دايما بنصفني اقسم بالله. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا معلم بيني اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. العربيه طبعا ما بتمشيش. جاهزين يا شباب للتعديل؟ مبدئيا كده هنصرف عليها عشان نرجعها عروسه 10000 جنيه بالظبط. رجعناها عروسه زي ما انتم شايفين. خلينا كده نملى عينينا. يعني هي تقريبا شبه العربيات اللي كانت بتيجي في المسلسلات والافلام. نبدا بقى اول حاجه نظبط الانجن خليها على اعلى حاجه. بعد كده ندخل على اللوح. انا اللوح صراحه مش محتاجه في اي حاجه. اوه هي اصلا يا جماعه العربيه دي روسيه ولا هي اصلا عشان الروس بيسوقها كتير؟ واقدر احط لها بصوا يا جماعه هتطلع ايه فوق؟ وال ده بقت عربيه سفاري دي يا جماعه. خلينا نشوف كده. اوبا بصوا ده ايه الجمدان ده؟ لا ايوه حط لها دي لايقه اكتر يعني. خلينا نبص برده على الجناب كده. يا سلام اكيد الحديد بتطلع وتدخل. ها نبص بعد كده على الكاوتشات. مبدئيا كده الكاوتشات انا هخليها كاوتشات اوف رود غير الكاوتشات دي. الكاوتشات دي صراحه شكلها رهيب جدا بس خلينا كده نجرب الاوف رود التاني يعني يمكن يبقى انضف. يا نهار ابيض يا جماعه الكاوتشات دي مشكله. الكاوتشات دي والله العظيم ان هي مضايقاني عشان الحته دي بس. يا لهوي طبعا احنا في احدى الحلقات قلت لكم يا جماعه نحط كاوتشات
الكاوتشات الافرود دي ولا نخلينا في الكاوتشات العاديه. فكتير منكم قال لا يا عم ميدو خلينا في الكاوتشات العاديه احسن. فبناء على كده خلينا نحط لها مثلا افرود بالشكل ده، ده شكله جامد اخر مليون حاجه. وطبعا العربيه انا هدي لها لون اسود، فهخلي كل كاوتشاتها اسود في اسود. حتى شفتوا شكل الجنطه اتغير ازاي والسموك بتاعها برده. نخلي الكاوتشات بتاعتها ضد الانفجارات. بعد كده ندخل على الكشافات نديلها اللون الابيض. وبالنسبه للنيون احنا مش محتاجين لها نيون، عشان كده كده اصل العربيه دي بتبقى لونها اسود في اسود، فبتبقى كده حاجه خطيره جدا. بس انا في حاجه محيراني، انا ليه شايف دخانه طالعه من هنا؟ لما نطلع اوريها لك. ندي بقى اللون الاسود يا باشا. شايف؟ اقول لك الحاجه، اديني اللون الاسود ايوه هو ده اللي انا عايزه، اللي هو الكاتم ده بالظبط كده. الاسود اللي بيلمع مش هينفع مع العربيه دي. نخلي الارمر بتاعها على اعلى حاجه، ونخلي الفرامات بتاعتها على اعلى حاجه، وخش بعد كده على الكلاكس. هو ده المطلوب اثباته، ده اللي انا عايزه بالظبط. هبط العربيه، طبعا لازم نعزز مساعدينها ونعزز الجير بوكس بتاعها، ونحط لها تيربو، ونخلي الشبابيك كلها اسود في اسود زي ما انتم شايفين العربيه. يا نهار ابيض يا جماعه بقت حريقه. وكده اقدر اقول لك ان احنا ظبطنا العربيه تقريبا شبه تظبيط شبه كامل، لان لسه فضل بس تعديل واحده او تعديلتين بالكتير يعني عشان العربيه تبان على حياتها. انا عايز اشوف حاجه بس، تقريبا يا جماعه الرفرف الفلو ده ملوش اي 60 لازمه، فانا هشيله بعد 3 2. اتوقع كده شكل العربيه احسن بكتير مش كده؟ يلا بنشوف يا جماعه الشكل عامل ازاي. يا لهوي يا جدعان على الشكل ده، ايه ده؟ اوف والله شكلها اسطوره، تحسها كده كبيره وفي نفس الوقت اللي هي ايه صغيره كده، او سقفها مش عالي. خلينا بقى نبدا نعدل على الكاوتشات بتاعتها. انتوا عارفين طبعا لازم الكاوتشات تبقى طالعه بره. اول حاجه هنعرض الكاوتشات شويه، ايوه بالشكل ده. بعد كده نطلعها بره بنسبه 90%، وكذلك برده الامر في الكاوتشات اللي ورا بنسبه 90%. يعني صراحه هي حلوه بس مش عجباني في نفس الوقت. واحد يقول لي ليه يا عم ميدو؟ لان صراحه حاسس الكاوتشات كده محتاجه ان هي تبقى اعرض شويه بس كده، بحيث تبقى وش جروم كده تقدر تطلع الجبال والدنيا دي كلها. وزي ما انتم شايفين كده انتهينا من تعديل الجيب شروكي، وتعديلها كان بسيط وسهل جدا. بس في حاجه برده حاسسها كده مش مظبوطه في الجيب شروكي، ان هي من ورا مرفوعه سنه. انا بصراحه ما بحبش عربيات تبقى من ورا مرفوعه سنه، فهنحاول بقى يا اما نرفع الجزء الامامي سنه، يا اما ننزل الجزء اللي ورا سنه. وانا في الغالب هنزل الجزء اللي ورا سنه بسيطه، يبقى بالشكل ده. يعني كده اتوقع يا جماعه العربيه اتظبطت 100 100. اتفرج يا باشا على الوحش، يا باشا اتفرج يا باشا على التنين، شوفوا عامل ازاي. يا نهار ابيض يا جدعان على الوحش، يا لهوي. شايف اللون الاسود هياكل منه حته ازاي؟ تخيل بقى لو ده اسود بلمع، اوف ده العربيه تبقى جامده جدا. في منكم هيقول لي عم ميدو على فكره اللون الابيض جامد جدا. بصوا يا جماعه اي لون ساده على العربيه دي هيبقى جامد عليها. بس والله انا حاسس العربيه دي مبطوطه كده، يعني تحس ان انا بطل فيديو كده مش مطو. بسم الله يا نهار ابيض يا جماعه، شوف السرعه بتاعتها. اوبا ده ايه ده؟ ده خدت وضع الطيران دي ولا ايه؟ اهدي يا حاجه شويه. يا لهوي يا جدعان على الخبطه. شوف 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 الافرود، بص على طلعت الافرود، يا نهار ابيض على الافرود. خلينا دلوقتي نشوف السرعه بتاعتها، اقصى سرعه عامله كام. يا ليله الليل 300 300 يا بنت اللذينه، وده كله امريكان. يا ليله الليل، بس 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 اهدي شويه اهدي شويه، اهدي على نفسك يا نصه براحتك خالص. والله يا جماعه شيل الحشائش اللي في الارض دي، لان انا حاسس كده عامله شويه تقطيع بسيطه جدا كده، فان شاء الله يبقى نشيلها ربنا يسهل. اتفرج يا باشا على الوحش، بص 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 وطير يا مدير، انزل واحده واحده على مهلك يا برو. اوف 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 اوف، ده لسه عايش يا جماعه بعد الخبط ده كله يا اسطى؟ يعني انت يا اسطى ينفع اللي انت عملته ده يا اسطى؟ كويس ان انا عندك صدام يا اسطى. اتفرج يا باشا، اتفرج يا باشا على السرعه، واعطيني 360 يا مدير. اخ احنا اسفين والله يا ريس. يا جدعان انا قلت لكم 100 مره انا بكره اللي بيعمل لي الحركه دي، مش كده ولا ايه؟ يلا يا عم موت بقى يا عم، ما تزهقناش بقى. بما ان انا وقفت كده فخليني افتح الباب بس ابص على الدخانه اللي بتطلع دي. يا نهار ابيض يا جماعه، ده انا فتحت كل الابواب. يا لهوي انا حاسس ان الفيديو الخانه بتطلع من هنا، بس ما اعرفهاش بقى من فين بقى. حد ملاحظ حاجه؟ وزاد كمان يا جماعه، شوفوا الداخليه بتاعتها عامله ازاي؟ ايه ده يا جماعه؟ الجيب دي اوتوماتيك؟ المفروض الجيب شروك يا جماعه تبقى مانوال مش اوتوماتيك، مش معقوله كده. اوف 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 اوف، افتح لي كده الشنطه اللي ورا بعد اذنك. يا نهار ابيض، شايفين يا جماعه مساحه الشنطه اللي ورا عامله ازاي؟ ده ايه ده يا جدعان؟ ده حرفيا حجره معيشه دي. قفل يا باشا الباب، قفل قفل قفل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، طفوا يا رجاله الحريقه بسرعه. ما تطفوا يا رجاله الحريقه يا رجاله، في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما قلتوش ازاي؟ اخ انا اسف والله. يا لهوي يا جدعان العربيه من شدتها بتفرك. بص يا باشا على الجيب شروك بتعمل ايه. يا نهار ابيض، بص والله يا جماعه حاسسها مبطوطه اقسم بالله. يا لهوي على النطه يا جدعان. بس 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 ايوه بس 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 بس. اهدى يا وحش اهدى يا وحش. تفتكروا عبيد هتفحط يا جماعه؟ اوبا على التفحيط يا مدير. يلا 360 يا اسطى، يلا. يا لهوي انا عملت 360 بسبب العربيه اللي احنا خبطناها دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اسطى. يعني انت قاعد في بيتكم بتغلط فيا يا اسطى؟ انت فرحان يعني انت عندك عربيه جامده؟ ما انا عربيتك اجمد من عربيتك. اه يا اسطى لا اله الا الله. الله يا جماعه شايفين شكل الجبل من هنا؟ بصراحه عايز اطلعه من هنا. ميه ميه، الحمد لله طلعنا منها الحمد لله. وال والله غير متوقعه، انا افتكرت نفس اللحظه ان انا لبست في الميه خلاص راحت عليا، بس الحمد لله شغاله شغاله شغاله. الله ينور. بسم الله
انتوا عارفين يا جماعه كنا المفروض نرفع المساعدين بتاعه العباد دي شويه عشان نشوفها هل هتقدر تمشي في الجبال دي ولا لا، بس توقعوا هل بالارتفاع ده تقدر تطلع؟ انا اتوقع ان هي تقدر تطلع. بسم الله بسم الله. ايه ده عادي ايزي، ده كلام فاضي ده. خلينا بقى نحاول ننزل من هنا لان مستحيل اي عربيه تعرف تطلع الطلعه دي. لا طلعه صعبه الصراحه دي. ماشي معقوله شويه كده. بسم الله يا باشا عادي. انت بتتكلم في ايه؟ عارف والله الواحد مش بعاني يعني، ولا بيقعد ساكت شويه لحد ما تشد نفسها. لا بص 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 انا قاعد اكلمك طلعت عادي يعني، اللي هو انت بتتكلم في ايه يا عج. بسم الله الرحمن الرحيم. افرم يا مدير. بس 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 ايوه. بسم الله بسم الله. ثواني بقى ناخد يمين في شمال، نحاول بقى نطلع من هنا سنه سنه. ايوه بسم الله بسم الله بسم الله. يا مساء الحال يا رب. الله اكبر. لا 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 لا. تخيل تكون غزاله وقاعد في امان الله تلاقي عربيه طلعت لك كده، تعمل ايه؟ اكيد هتطلع تجري يعني، هتعمل ايه يعني؟ بسم الله. بص بص بص. لا 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 لا, لا. لازم تطلعيها بقى. لا يا انا انت بقى، انا لازم اطلع البتاع دي يا جماعه، ماليش دعوه. لف يا باشا لف بعزنك، شوف بقى الداخليه عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. واطلع يا اسطى. هتطلعها، طلعتها وعديتها بمراحل صح؟ قول قول اه قول اه قول اه قول اه. الله اكبر. وطلعنا واحده زيها ثانيه. بسم الله. يا سلام عليك يا عم ميدو. لا لا يا جماعه حرفيا العربيه جامده والله، رهيبه صراحه عجباني. ودوس يا مدير دوس يا والله يا جماعه العربيه لحد الان حاسسها مبطوطه، ما اعرفش ليه. يا صاحب العربيه انت يا مطور العربيه، افرد الكادر بتاع العربيه شويه، حاسسها مبطوطه. يلا ده مات ده ولا ايه يا جماعه؟ يا اسطى انت بتموت ليه يا اسطى؟ ها بتموت ليه يا اسطى؟ مش رجوله دي على فكره يا صاحب ان انت تموت. شايف انت النازله دي؟ لازم تموت بشرف يا اسطى. مع السلامه يا اسطى. تعالى يا معلم. يا لهوي يلا هانت يا شروكي. خلاص 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 هانت هانت. قربنا قربنا. الله احنا مسكنا الطريق ده اصلا من امتى؟ يا نهار ابيض عنيفه قوي يا جماعه الشروكي دي، بس انتوا عارفين برضو مش عنيفه العنف اللي هو يعني. ولقد وصلنا الى القمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا. سبقتك برضو يلا تعالى يلا. ولا سبقتك يلا. والله يا جماعه موضوع التقطيع ده مش عاجبني بسبب اللي في الحشيش ده. وبس كده يا سيدي، قد العربيه بتاعتنا الجميله باختصار. افتح لي بعد اذنك كده البتاع بس. وصراحه رايي في العربيه ان هي يعني نوعا ما كويسه ومش كويسه في نفس الوقت. ليه؟ لان هي سرعتها تعتبر مش عاليه، موتورها مش شديد، ممكن لو غيرنا الموتور كان هتبقى حلوه، مش ثابته في الارض، ولكن في الارض بتاعها قويه وجامده جدا. وبكده منكم صوره الحلقه، اشوفكم على خير في حلقه جديده. فمن الله مع السلامه. اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين ايه التعديل الجاي. هلو ايفري ون ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي. انت يا عم. ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا اشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.